متابع. بينضم لنا هلا مثل العاده نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني وحصيله عمليتهم اللي عم بتكون كثيره هالايام بالدفاع المدني. صباح الخير استاذ نبيل ويعطيكم الف الف عافيه. صباح النور، يعطيكم العافية لكم كمان. ميرسي. بعد الحرايق ياما خلاص تم اخمادها. يعني بعد في شوية تبريد. تبريد في بعض المناطق. يعني بالنسبة للعملية اللي في عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 63 مهمة لأطفال حرايق، مثل ما بتعرفوا أغلبيتها بعدها بحرايق الأحراش والأعشاب، بس كمان من ضمنها في حرايق بالسيارات والمنازل والكهرباء. نعم. كان في كمان 18 مهمة إسعاف لتدخل بحوادث السير ونقل للمرضى. يعني كانت مجموعة 81 مهمة خلال 24 ساعة اللي مرقت، أكيد دائما بالإضافة إلى المهمات المستمرة ضمن نطاق مرفأ بيروت. مثل ما هلا تم ذكره كمان من قبل الاستاذ محمد، وبالنسبه للطقس ويعني توقع شويه الحضور شويه امطار يلي ان شاء الله تكون قريبه، بس كمان هون بدنا نحذر المواطنين انه بلشوا يحضروا حالهم لهالموسم، وخصوصا ينتبهوا على قياده السيارات والتسحيط على الطرقات. كمان الوقايه من الوباء كثير مهمه، دائما كل يوم نحكي عنها، بعض الاعداد عم ترتفع بترتفع. يا ريت ينتبهوا ويلبسوا الماسك او القناع دائما، ويتذكروا ان 125 للدفاع المدني رقم الطوارئ موجود دائما حدهم لتلقي اي طلب للمساعده يلي ان شاء الله ما حدا يعوزه. إن شاء الله. وشكرا لكم. شكرا لك ولكل عناصر الدفاع المدني، يعطيكم ألف عافية على كل ما تقومون به أستاذ طبعا نبيل. نبيل.